يمكن تحصل اللاعبين متواجدين او نعم المتسابقات متواجدات ولكن بدون قايد. الان طبعا هذه الفئه 13 كما ذكرت احمد، هذه الفئه شوي افضل. ميكات فيليسيا الواضح امامنا الماليزي او الماليزيه، هذا بالنسبه فيليسيا الماليزيه الان في الحاره رقم 7، وايضا التواجد الان هنا مع التايلنديه في الحاره رقم 6 بورنا باسا، وتواجد ايضا في الحاره رقم 5 نيونغ دونغ تونغ من فيتنام 355 الواضح امامنا في الشاشه، وفي الحاره رقم 4 تواجد 277 محمد يوسف كاستوري ومن سنغافوره، وايضا في الحاره رقم 3 تقريبا يمكن الفئه هذه انطلاقة السباق مشاهدينا الكرام لفئة التي 13 إناث 100 متر، والتقدم الآن يبدو لي واضح جدا الآن للتايلندية بورن باسا في المركز الأول، والمركز الثاني تأتي الماليزية ميكات فيليسا، والمركز الثالث مشاهدينا الكرام يبدو لي بأنها الفيتنامية رقم 355 يوم. نشوف الآن هذه الصورة اليوم، طبعا مخرجنا أحمد إمام تعجبها السباقات والمسابقات الجميلة اللي فيها السرعة، ويعيد لنا الآن نشوف هذه الانطلاقة، انطلاقة قوية ربما تكون هي هاجر الإيرانية، وهذه الفئة الحالية نفس المستوى والأداء. لاحظ الصورة، لاحظ الدخول، دخول سريع كان ومنافسة قوية ما بين الماليزية والتايلندية. طبعا الفئة 13 هم أقل ضعف نظر العمي من الفئة الأولى اللي هي الـ 11، هذا الدخول الأخير انفصل بينهم تقريبا متر واحد فقط، منافسة سريعة. هذه هي المنافسات، إذا في لياقة، في تدريب، واضح أن في مستوى، وأيضا الـ 100 متر اليوم قطعوها تقريبا في 13 ثانية تقريبا أو أقل من ذلك، فأعتبر أنا أداء مميز للمتسابقات، ونشوف تحضيرها جيد هذه المتسابقة التايلندية، وايضا المتسابقه اللي حققت المركز الثاني 258